اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثل دين النغض الإسلام وإفكار في سيد ربي سبحانه وتعالى منهج حياة، إذ وقين إذ دين إغدي فرض سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أمشي دي قال إن دوا رضيت لكم الإسلام دينا، إذ وقين إذ أغدي فكا سيد ربي يرضى في الله سوي فرضيت في لنا، وإذ وقين فغان وإذ وقين سيق فرح وإذ وقين سيق أرضى بلي أثن سعود دين أثن سعود المنهج للحياة. أي خطر سيد ربي اسمي السلام ويفكد الدين اسمي الإسلام، والإسلام إذا شو دي إلا دخيس إلا السلام ذي هنا تساوات الرمان وناثي ثبانة يوين الجنة مكسمة دار السلام. كان يثمثل إذا منهج حياة ستن قد ذي القوانين ذي ذري ذي إكسوفن اليوين يعفذ أروين يلهانة أما ذي الدنيا ذي سعد ذو ذرثين سكني تيقاي حاي كل شيء سهي، كل شيء ذي هنا، كل شيء سوات، كل شيء ذي خير، كل شيء ذي علاقة العين يا لايفذ، كل شيء ذي الصلاح ذي القاع وذي نري وين يعفض على الجنة أزكى يوم القيامة. كايث مثلا إذن ديننا ذو كذا المقصد ديناس باش ذي الصلاح ذي القاع وتسيلي العلاقة العين ذي المعاملة الحسنة غير لايفذ ذي كان فيغ دي سيدي ربي العالمين سبحانه وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن هذا الخير كوين ساد سميكتي ذا العبد ساد سميكتي ذا مانيك بنادم ساد سميكتي ذا الغيرينيك أثي سميكتي باللي خلقتي ذا ربي للعبادة خلقتي ذا ربي باش يتبع أذري ذا الدين. كان يثمثل ذوقين إذا فريد إيقل لا الخير ولا شكر فريد النظام إلا هو فريدنا الرحمن إلا هو فريدنا الشيطان متفاضل فريدنا الرحمن ذا فريدنا الشيطان يتفاضل ولا شا فريد ويستيث النظام. إذن مدينة الخير وين ساد سمكتي ذا إيماني في ساد سمكتي ذا الغير إنك بلي إلى عبادة ما يكون إمدي خيق سيدة ربي عفذيس يقرد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى مدينة سمكتي يعني وذكر المعنى سيدة سمكتي يزرب بلي يعفذي سيدي يخلقها يستسون إيمانيس يتبع الشهوات النفسين نسيك زران داش يدي خلق داخل العبد يقرد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يزرى داش يدي خلق داخل نفسي من بنادم ويزرى بلي حاشا في ثاثة ريتسو إلا قاتل دي اسمه ثاي العبد الكايث مثلا إذا تسيدي خلقنا إذا تسيدي يمرنا وثقويز دي إلا عبد ذي ثفاعين سيدي يمر سيدي ربي يقرد ألا له الخلق والأمر إذا تسيدي خلقا إذا تسيدي في كنجامر باش في فعل الخلق ناس ولم كان أنت أخلا قد يخلق إذا نتسان بعد أوليس ماشي ذا وليس ريع الدين ويميش إذا نتسيدي خلقا أوليس ذا سريع الدين ذا وليس ريع الدين خطر نتسيق زران ذا شيء لان دخل عفذيس وذا نتسيق زران ذا شيء صيحاني عفذينس كان يثمثل المعنى ينس أي مثلا مديننا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون باش العبد يعني يسوى خلقت باش ذي تفع بريد سيد ربي باش ذا ثيابد أنستقين ذاين آثي الصلحة نتسا ذاين ديوين النفع العبد مشد سيد ربي سيد ربي سيد ربي أرث نفع عن العبد ذي ماذا قلت له أنت أرث صدورون ماذا قلت له أنت ولكن النفع يتسوى غيد أفلع أفلع ذيس خطر ذين أز ديوين لهنا أز ديوين الصحة أز ديوين العافية أز ديوين ثوذر ذي لهان ذي الدونيث وذين ساس ديفك سيدي ربي سبحانه وتعالى الجنة ذي الأخرث كيف مثلا معناه إم ديننا إلى عبادة مثل دخلقة معناه كل شيء سمر كو زدخين العبادة أما كن يكشمكني أردخل بومان ويتسغي مارا شعران ويفزيقر ذيس
العبادة خدش مزدخر أدق أمور الحياة ماشي كانت تظليف ناخذ الزكاة ناخذ الصوم ناخذ الحج وقيد شعائر الدين وقيد الأركان للإسلام وقيد العهد إن طف إيراغ سيدي ربي سبحانه وتعالى يغدي خيقا إمن شهدك لا إله إن الله محمد رسول الله نكشمد غا الإسلام أنثبع أن طبق العهد إن ساعة غيراغي ذسي مدلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أنزال أن زكي أن نزوم أن حج ويجني ذي العهد ذي المواعيد أما كان ذي اللي رونديفوين ساعة ونزمير لنا نخذوا العهد أجي نخذوا الوعد أجي إيجار غد بنا غد خيقا باش أثيد نمشي باش أثيد نسوي دائما ذكو يونا يناد خذم أي جيني لقات نخذم أكيد مثلا ولكن العبادة تتشم في أدق أمور الحياة مرة كو ذي فمشطوح ثلاثة مثلا قرتانا يخدمي عبادة تتشم غير ذخيس يصوض أن يومش فيه صلى الله عليه وسلم إن ابتسامة في وجه أخيك صدقة ماذا قال الله تصيد أصدي وما كنسيم غير وذ ميسمة السلمة في الله صدقة سبحان الله إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة ما تقصد أهور يعقرني يعيفاذ ذكفريذ ماذا زرو ماذا فورك تجرى ماذا ذينا يعقرن ثيشيا يعيفاذ ذكفريذ تقصد أسن تسهر ذا سنفريذ سنحسب الصدقة خزرت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يند ويغ يند يشم ورقز يجنث أفو فورك تجرى يكسيث قفريذ يعقر الغشي يكسيث قفريذ سهل سنفريذ أقجون أيث مثلا ينغث فاب ذي الوقت النين ذي بني إسرائيل يكرديون العافذ حاشا إن ذلك يخدم ذي ثلاثة ثلاثة مرة ولكن ميديو فنقجون ينغث فاب يكسد الحيلة يسويس يفكي سمان يسور مي أروى يعفي سربك الدنوفيز ثم غارث إيجان ثم شيش إيراز تحبسيس دخل تخامت الميثموث وستفكي مكيانو تسجينة دويل مكران دانيظن تشم جهنما خزراتهم تشم يعني الأمور مرة أكوى يخشم مثل دين النار يخشم مثل العبادة الخطر الشميع خطر العبادة ذي العقيدة العقيدة تسيارسيا أتخذ مرة ذي الإيمان ستخي قوي شو الدخل ذخي قوي العقيدة أيت مثلا ازدخي قوي العقيدة معناه الإيمان الإيمان ازدخي قوي العبد والإيمان يعني خطي ازدخي إذا من النين ما رفع لكن قوي تصرحون غال الجوارح تسوين الحياة شو ذرث الجوارح العبد تسوين الأكسجين ما غير فسنا ما غير ضرنا ما غير ولنا ما غير ريلس ما غير مزوغنا ما كل جوارح مرة يتصوضي ونسي أن سيكا ويجدون دركاني تدو يدس الإيمان حتى الزدخ يقول يتدو كانك نين الجوارح والجوارح حاجة ماثن يوض الإيمان أخدم لدينا نديري حاشين العاية ألن يسعى للإيمان إذ ما قلت روين يحلن أفوسي يقض الإيمان حاشين الهان يخدم أظهر يقض الإيمان حاشر وين يحلن إغار يكسدو أعبض يقض الإيمان حاشي الحلال يكسد أكيد مثلا إرس يقض الإيمان حاشيني لهانك حمي ربي سيدي صندق سبحان الله سبحان الله أنشتقيني مرة نك ما يتسير وانشتقي ذي عبد سل عبادة ذو السل حليلين دي دونيث ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إذن در الصلحة ريالين ذي سوط بقوة يقدين ربي حاشا الصلحة ريالين ذي دونيث وغير العباد مريالين الجوار حق مرة ناكو ذيني لهان يخدمن وتصرحوا لنا روين نديري هدرني مسليني لهان وقولوا للناس حسنة وقول لعبادي يقولوا التي هي أحسن ها ذيني يتسسد العلاقة في العاية غير الغاشيهم ذر الصلاح دي تسسني غير الغاشيهم يقوى أصلحوا ذات بينكم سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد الدين المعاملة الدين ذينك لا تسمع عمل غير الغاشيهم ذوينا ذينا ديفن الدينين ثوية ما يتمثل ذا شيء معنى العبادة ما إذن العبد أنثفي على العبادة
نخضع المهمة في تدي في كاسي دربي إذن الناس وينك نثي دخيق نكنين الناس خلق ذيد وتبع غير وليه كتالوج نيد في كذا كنث تبع غير هل ترى ذي في غروين الهن فيش والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات أم إنك نلحون دخي انطيام وزرارني ذي الدوم يقرد خلق سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى في جنة الضمانات دفك سيد ربي سبحانه وتعالى نكرا العبد ذي كثب عنا فريد سيد ربي خطر وقيدة كتالوج إذن تكزران ألا له الخلق والأمر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذن تسيق إدخيقن إذن تسيق زران سيدخيقن يعف ذيس إذن تسيق زران دشيك سرسز دخييس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إذن تسيق زران دشي تصيحا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحان الله إذن كل صنعة تحوجت غير الصانع تصنعا ويعذ ذ الصنعة سيدي ربي القدي يدفع الراي وين في صنعا القدي يستعرف بلي الصنعة سيدي ربي الذي يدفع الراي وين تصنعا ذا الراي خلاق سبحانه وتعالى ولكن ماذا قلت نشوي في عالم هذه الطفل مسؤولية غفي مانيس حشته فغاو يتفغى الوين العيين أذي دم يقررش لديرارا ها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ذي الدني تسفك سيد ربي ثم عيشت الضنك ثم عيشت اللعارة ثم عيشت جريد وتقلق أذي تأسف ويتسفر لهنا أما ذي العقلي سما ذي الخذماء سما ذي ثكلي سما ذي التصرفة تنس ذي كل شيء تسفر كي هنا ذي ثوذة تنس وزد استمعيش تنس توعر حشا أو السرد سونا ذي تمقر أذي سعد ذي ثوذة تنس مرة ثوعر ويوم القيامة أذي شدر غي شدر بيان وذي الوقت نغاني حوج ألن النغبش المقريست أين يكحب بربيان إن ساغد دي رزق المؤمنين رجع يا ربي ديك السنة يثمثن ما ذي قل العفظ وثي في عالم في صدر غير يوم القيامة أسيني تتشو ذي 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 الدوني تكتشو ذا قيم تتشو ذا ذي ذي وكتشو في اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أكام يثمثن إذن تقياد أنفع ذي ذا ربي تقياد أنفع أكني غدي النان سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أخرجون يسعى نهور أخرجون يسعى أغفيان أخرجون ورنقى نضان أخرجون مقروح يضس أخرجون دكشمة المشاكل الدنيث أخرجون السفغن أغفيان يعقي أرجو مريك سيدي ربي أغايد غارو خلاقك دقيقا وغيد غير سيدي ربي ختشي ربي دوني ربي الامور ربي غير صغار الغرس غير صغار كلش وغيد الغرس اخي فرو سيدي ربي ثير سيوين اخي فسين ثير سيويني اكي ديار غير عقلي اتعيش تمعيش تصيدات ثوذر تصيدات ادفغ دير الهم دير غمي تعيش ادفغ دير الطيام تعيش وكي يرزق سيدي ربي سبحانه وتعالى اسماث ماث وغيد غير الغرس اخي فك كيف كي هنا كيف كي جنث ذشو نيت سراجوض باش تقيد غار غرس اقياك فك التغير جيم دو قرويك اهل طران تجعيض اترف حظ مستفع ذرا بريض ربي والله الذي لا اله الا هو اما ذي قلو دو غايد غار بريض ربي وردي شرقي طجيني يقس عقيدة كان حاش ماذا سمي غاد السيد غار سيد ربي كي دخيقا غار سيد ربي كي درزقا غار سيد ربي كي ديفكان المقومات اللي سيتعيش ذاك اسماد الزيد غرغرس اي فرو كلش في الليل
مولاش غاسو سنة ذالا دفض الحل الواندا نظن أرثي تصفد دي الشيان أرثي تصفد غير يرقزن أرثي تصفد دي مفقان أرثي تصفد يوان دي الدوني ثوي زميرا لنا ذيكس فلاك الطيامة جي تعيش ذاكا حاجة وين كي دخيخ ماس ما دو غيظة روكا طالقني يدي فكاكني ثقيد غير غرس أصدي يعفو السنة دا سيدة ربي غفير عفويا اذ حمد سيدي ربي نتشكر اذ نكني وغير دم دام ذا الروح كي مازال في الغرغورين ادو غيظ سيدي ربي كي قبل التوبه ينك كي قبل الاستغفار ينك واين اتدعو ذا الغرغور سيدي قد يقفي كم يثمثن رجع ربي من المؤمنين حق الايمان رجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اد يهضر بالجميع يثمثن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.